بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخوتي، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من تو ويرز افري داي وبمصطفى طه. الويرز مالتنا لهذا اليوم اول كلمه هي ويست. ويست معناتها تهدر، تهدر او تضيع او حتى تخسر. أما الكلمة الأخرى فهي فيستيفال، فيستيفال، فيستيفال إخوتي معناتها مهرجان، مهرجان. إكزامبل مالتنا أول شيء don't waste your chance. don't waste your chance. لا تخسر فرصتك او لا تهدر فرصتك. اما مثال اخر next week we have festival. next week we have festival. يعني الأسبوع القادم عندنا مهرجان. شكرا لكم.